بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جمعية سواعد الإحسان الوطنية، بعدما انتقلنا إلى قرى ومداشر ولاية تيزي وزو إعانة لأصحاب الحرائق والمصابين، ثم ولاية سكيكدا الأسبوع الماضي، ها نحن اليوم في ولاية طرف وبالضبط في الحدود التونسية. جئنا هنا لنحتك بالسكان ونقدم لهم ما جاد به المحسنون لصالحته أو هؤلاء المصابين. نحن جمعية نريد أو نعمل بالملموس، واليوم نحن في هذه القرى المجاهدة القرى، ونحن كذلك نحقق مبدأ الوحدة الوطنية. نحن شعب واحد، كما كنا في بلاد القبائل، هانا اليوم نحن في ولاية طرف وعندنا وفد آخر أو مجموعة أخرى اليوم في نفس اليوم راهم في ولاية جيجل، ولذلك نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن المحسنين الذين نكن لهم كل احترام والتقدير، نقول لهم ربي يقبل عليكم، ونحن ما نحن إلا خدام وفاعل خير ودلال خير لإيصال مستحقاتكم لمن يستحقها. وشكرا. عليكم ربي عليكم اخويا ربي يسلمك.